الرسول والمؤمن صدق الله العظيم. من 5 شارع معروف مقر تمرد بدايات الحمل. بنرحب بحضراتكم في المؤتمر الختامي لحمل التمرد والذي نعقده بعد أن أنجز التمرد مهمتها الثورية. بنبدأ التمرد بالوقوف دي أحداد على شهداء الثورة وفي القلب منهم شهداء حمل التمرد. حمل التمرد عشان نتكلم عنها يا جماعة النهاردة في مؤتمر إنهائها، أول حاجة عملية الإنهاء بنقوم بيها لأننا بنقدم مثل لكل الحركات والأحزاب الثورية في إن أي حملة أو أي حالة سياسية بتقوم بدورها فعليها بإنهاء نفسها فورا، لأن دور حمل التمرد كان حاجتين: عزل النظام الثاني من نظام أنظمة مبارك على مصر وهو نظام الإخوان المسلمين أو نظام محمد مرسي مبارك، نظام الفساد والاستبداد والتبعية، وتم الثورة عليها وتم إجراء انتخابات رئاسية. التمرد لما بدأت ما بدأتش كسبب، ولكنها بدأت كنتيجة حالة سخط كان موجود على نظام الإخوان، وبالتالي فكان شباب المؤسس للتمرد هو شباب كان موجود في كل الحالات والأحزاب الثورية. وفي 30 يوليو عام 2013 خرج مجموعة من شباب مصر وأعلنوا التمرد من خلال استمارات لصاحب الثقة من محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وهذا ما حدث بعد إجماع شعبي وتوافق وطني وانحياز القيادة العسكرية. حضرتك إيه سبب الإقصاء؟ هو سبب الإقصاء هم اللي أقصوا نفسهم، لأن هم بعد 3/7 قرروا قرار مخالف أو دون الأخذ برأي أي حد من أعضاء الحملة، وهو تحويل الحملة على حركة سياسية تنافس في البرلمان. دي نمرة 1. نمرة 2 قرروا تدعيم مرشحين للرئاسة بشكل أيضا بيخالف أهداف الحملة، اللي احنا قلنا إن حملة تمرد حملة جامعة لكل المصريين. النقطة الثالثة عملية كل ما أثير حول تلقي أموال وما إلى ذلك، وكنا نتمنى ردهم، فعملنا لجنة للتحقيق وكنا هنعرض نتيجة التحقيق بتبرئتهم، لكن محدش فيهم مثل للتحقيق. سيتم تقسيم التحقيق بحملة التمرد إلى 3 أركان. الركن الأول أسباب التحقيق. 1 قيام 7 من أعضاء الحملة وهم العضو محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة ومحمد هيكل ومحمد نبوي وخالد القاضي وحسن شاهين، بالقيام بمجموعة من الأفعال من شأنها الإساءة إلى الحملة، منها تحويل مسار الحملة إلى العمل الحركي دون الحصول على موافقة بقية المؤسسين وأعضاء اللجنة المركزية والمحافظات. 2 المنافسة على كراسي البرلمان مخالفين بذلك ما جاء بالبيان الأول للحملة. 3 الإعلان عن دعم مرشحين للرئاسة مخالفين بذلك ما جاء بالبيان الثاني للحملة. يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر.